الآن الأخبار الليلة من الحدث. طبعا مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة، نبدأها بأهم الملفات. تبعات الضربات الأمريكية على الميليشيات، الحديث المتزايد عن اخطار بايدن لطهران قبل الهجمات، إضافة لمستجدات غزة، وسط أنباء عن توجه إسرائيل لهدنة بعد فشل تحرير الرهائن، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. ولكن أولا نبدأ بالعناوين. الضربات تؤدي لتدهور قدرات الحوثيين بحسب لندن، والسفير اليمني يتهم الميليشيات باستغلال مأساة غزة لمطامع إيرانية. واستخدموا مأساة فلسطين، مأساة غزة. ليالي الميليشيات تشتعل وتنفجر، البي 1 كابوسهم في هذه المرحلة. تقرير يكشف عن مسرحية أمريكية، بايدن أبلغ إيران بالمواقع مسبقاً، وساسة أمريكيون وصفوها بالمهزلة. المنطقة تشغل الغرب، جولة جديدة لبلينكن وأولى لنظيره الفرنسي، وباريس تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين قصراً. فشل تحرير الرهائن قد يخضع إسرائيل، وبن غفير يتهم بايدن بعرقلة الحرب، ورام الله تطالب بعقوبات عليه. منذ ليال وليل الميليشيات متفجر ومشتعل، الضربات تلاحقهم، آخرها جولة جديدة استهدفت الحوثيين بعد ساعات على استهدافات طالت نظرائهم في العراق وسوريا. إيران وفي أعقاب كل ضربة تخرج بالبيان نفسه، آخره الصادر من خارجيتها بعد الضربات على ميليشيا الحوثي، تقول فيه إنها تندد، وتصف بأن هذه الضربات تتناقض مع مزاعم واشنطن ولندن بأنهما لا تريدان أن تتسع رقعة الحرب في المنطقة. الخارجية الإيرانية اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا بتغذية الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمن والاستقرار. وكانت الطائرات الأمريكية والبريطانية قد شنت غارات عدة على معسكرات الحوثي في المجمع الرئاسي بالعاصمة صنعاء شمال اليمن. بعدها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت صاروخ كروز حوثيا كان معدا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر عند الساعة الرابعة فجرا بتوقيت صنعاء. أوضح الجيش الأمريكي أن القوات رصدت الصاروخ في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، ووجدت أنه يمثل تهديدا للسفن في المنطقة. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثي إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 48 غارة جوية على عدة بلدات يمنية في الساعات الماضية، وأشار إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية شملت محافظات صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وحجة وصعدة. الآن ضرب النهدين منطقة السبع. إذا
إذن نفذت القوات الأمريكية والبريطانية 11 جولة من الهجمات على مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي المصنفة أمريكياً كمنظمة إرهابية منذ 12 من يناير الماضي. هذه الهجمات تقول واشنطن إنها تأتي رداً على اعتداء الميليشيا المدعومة من إيران على خطوط الملاحة الدولية، والتي بدأت في 18 من شهر نوفمبر الماضي وبلغت حتى اليوم 47 هجوماً استهدف العشرات من سفن الشحن التجاري قبالة سواحل اليمن الغربية والجنوبية. وفقا لما أعلنته واشنطن، فإن أولى سلسلة هذه الغارات كانت يوم 12 من شهر يناير الماضي، حيث نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمة مشتركة استهدفت 60 هدفا حوثيا ب73 غارة في 4 محافظات يمنية. بعدها بيوم استهدفت 4 غارات قاعدة دلم العسكرية شمالي صنعاء. وقالت القوات الأمريكية إن ضرباتها استهدفت موقع رادار تابعا للحوثيين. في 14 من يناير أعلن الحوثيون عن هجوم جوي على جبل جدع بمديرية اللحية شمالي مدينة الحديدة، لكن مسؤولا عسكريا أمريكيا نفى تنفيذ أي ضربة أمريكية في اليمن. بعد يومين أي في 16 من يناير أعلن مسؤولان أمريكيان عن تنفيذ الجيش الأمريكي ضربة جديدة استهدفت فيها 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن في معسكر للحوثيين بمديرية مكيراس في محافظة البيضاء. في 18 من يناير استهدفت 11 غارة جوية مواقع ميليشيا الحوثي في محافظات ذمار والحديدة وتعز وكذلك أيضا البيضاء. بعدها بيوم واحد أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة صوب جنوب البحر الأحمر. وبعد توقف استمر 3 أيام استأنفت القوات الأمريكية والبريطانية ضرباتها وشنت 18 غارة جوية في 23 من يناير استهدفت مواقع عسكرية للميليشيات في محافظات صنعاء وتعز والبيضاء وحجة. بعدها بثلاثة أيام استهدفت 12 غارة جوية 8 مواقع حوثية في عدة محافظات يمنية. وفي اليوم الأخير من شهر يناير استهدفت 4 غارات جوية مواقع حوثية في محافظتي صعدة والحديدة. يوم 2 من فبراير الجاري قالت القوات الأمريكية أنها نفذت ضربات جديدة ضد 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين كانت جاهزة للإطلاق، فيما رصدت مصادر يمنية 10 غارات جوية في منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة وتحديدا معسكر حوثي شرقي هذه المحافظة. وليلة أمس 3 من فبراير استهدفت مواقع الميليشيات في صنعاء وتعز والحديدة والبيضاء وحجة ب34 غارة نتج عنها سقوط أكثر من 40 من قادة وعناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وفق مصادر يمنية للحدث. رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تأكيد أو استبعاد توجيه ضربات أمريكية ضد أهداف داخل إيران. جاء ذلك في تصريحات لسوليفان خلال مقابلة مع شبكة NBC الإخبارية، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها ضد ميليشيات إيران بسوريا والعراق والتي وصفها بالمؤثرة جدا. هذا وكانت شبكة CNN الإخبارية قد نقلت عن مسؤول كبير برئاسة الأمريكية قوله إن واشنطن لن تنفذ ضربات داخل إيران وستركز على استهداف أذرعها بالمنطقة. لا تخافي حبيبتي. النهدين 3/2/24. لا والله
في الأثر اتهم السفير اليمني لدى بريطانيا ياسين نعمان الحوثيين بتنفيذ هجمات ضد الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر في إطار المشروع الإيراني بحسب تعبيره. وقال السفير اليمني في لندن إن الحوثيين استغلوا مأساة غزة كمبرر للذهاب إلى تحقيق منهج إيران وأطماعها في المنطقة بحسب وصفه. اليوم كثير من البواخر لم تعد قادرة على أنها أو أعلنت مؤخراً أنها لن تأتي للموانئ اليمنية، وهذا يشكل يعني فوق الكارثة التي يعيشها اليمنيون كارثة أخرى جديدة. الحوثيون وهم يتصرفون بهذا الشكل لا ينظرون إلى ما يعاني اليمنيين ولا يفكرون في مستقبل هذا الممر المائي الذي يعتبر ممر مائي عربي، وإنما يعملون في إطار محدد منهجي يقوم على أساس أن إيران وأطمعها في هذه المنطقة يجب أن تتحقق بأي صيغة من الصيغ، واستخدموا مأساة فلسطين مأساة غزة كمبرر للذهاب إلى تحقيق هذا المنهج أو الطريق الذي سيرنا عليه الآن، وخاصة الضربات التي وجهت إلى مواقع عسكرية إيرانية حوثية في اليمن، أيضاً قرأت توظيفها لتعطيل عملية السلام. كان رأينا دائماً ولا زال رأينا أنه مثل هذه الضربات ليست كافية ولن تؤدي فعلاً إلى ملاحقة هذا العمل الإرهابي الذي يقوم به الحوثيون. المنهج الرئيسي الذي يفترض أن يستخدم إذا أرادت فعلاً أراد المجتمع الدولي أن يؤمن هذه المنطقة تأميناً كاملاً من أي مخاطر إرهابية أو أطماع إيرانية مستقبلاً، لابد من استعادة مؤسسات الدولة الشرعية، ولابد من دعم استعادة مؤسسات هذه المؤسسات اللي من شأنها بالفعل أن تؤمن الملاحة الدولية في المندب وعلى طول الشريط الساحلي. معنا من القاهرة لمناقشة كل هذه التطورات الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. بداية من هذه الضربات، يعني لا نتحدث عن ضربات محدودة بل هي ضربات مفتوحة على عدة مواقع، سواء ما رأيناه باليمن بالساعات الماضية أو ما رأيناه بالعراق وسوريا، ولكن بنفس الوقت إلى الآن ليس من الواضح نجاعة هذه الضربات. إلى أي مدى نحن نتحدث عن حملات جوية عسكرية ناجحة؟ يعني هو في البداية كان الموقف الأمريكي يتعامل مع ضربات الميليشيات وتحركاتها تحت سقف منضبط جدا ولا يرقى إلى مستوى الممارسات التي تقوم بها تلك التنظيمات، ويخشى أن يعني تسوء العلاقات مع إيران، لأنه وضع سقفا، أمريكا وضعت سقفا للعلاقات مع إيران يعني تحركت على أساسه. تصرفات الميليشيات خاصة العراقية والسورية ليس فقط فيما يتعلق بمحاولتها المشاركة فيما يجري في غزة وهي مشاركة رمزية لا معنى لها، ولكن في ضربها للمواقع الأمريكية 185 ضربة وجهت إلى مواقع أمريكية في سوريا والعراق من جانب الميليشيات العراقية بالتحديد، سواء الموجودة داخل العراق أو الموجودة داخل الأراضي السورية والمدعومة بصورة أساسية من الحرس الثوري الإيراني. القضية التي أثارت الموقف الأمريكي ودفعتها للتحرك بصورة أكثر إيجابية هي مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 في موقع البرج 22 والحرج الذي شعرت به الإدارة الأمريكية، فكان من الضروري أن توجه ضربة قوية لهذه المواقع. ومع ذلك فإن البطء في تنفيذ هذه الضربة أعطى فرصة كبيرة للميليشيات التي العرقية خاصة كتاب حزب الله والنجباء في إخلاء مواقعها، وبالتالي كانت الضربة رغم أنها كانت من طائرات قوية ولديها القدرة على يعني حمل صواريخ خارقة، سنناقش موضوع الطائرات بحد ذاته. بس دكتور محمد تتحدث عن بطء بتنفيذ الضربات الأمريكية، والسؤال هنا هل هو يعني بطء ذو أهداف سياسية أو هو فعلا بطء بيروقراطي يعني أمريكي طبيعي؟
لا يوجد بطء بيروقراطي في العملية العسكرية. الطائرة التي استخدمت يعني يمكن إعدادها في عدد من الدقائق للانطلاق، والقوات الأمريكية مؤهلة وتوجد لها يعني حضور عسكري أمريكي في المنطقة، ليس فقط من القوات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية مثل B-1، ولكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية كانت مترددة في اتخاذ موقف أو في توجيه ضربات، وعادت وكانت أمامها خيارات محدودة، هل توجه ضربة لإيران نفسها؟ هذا مرفوض في وجهة نظر الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، ولكن توجه ضربات لمواقع للميليشيات وتعتقد أنها بكذا حققت ما يطلب، لكنها لم توجه مثلا ضربات للقوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، والتي تنفرد بعيدا عن مواقع الميليشيات. نعم تفضل، كنت أريد أن تكمل الفكرة أو إيه تفضل. نعم نعم، يعني أريد أن أقول أن القرار الأمريكي سياسي بالدرجة الأولى، وليس البطء لما كنت بطئا عسكريا، كان يمكن توجيه الضربة في اليوم التالي مباشرة، ولكنه كان بطئا سياسيا لا يزال يندرج، مثل ما حدث فيما يتعلق بالمواجهة مع الحوثيين. دكتور محمد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. حضرتك ذكرت موضوع الطائرات الحربية المستخدمة، ونحن سنتطرق إليه ومن ثم نعود إلى حوارنا مع حضرتك. فمن بين 3 قاذفات أمريكية اختارت واشنطن إذن مشاهدينا القاذفة B-1 لتنفيذ مهمة الردع ضد الميليشيات الموالية لإيران، سواء في اليمن أو سوريا أو حتى العراق. وبالرغم من أن لدى الولايات المتحدة أكثر من 800 قاعدة عسكرية تنتشر في أنحاء متفرقة من العالم، بينها 28 قاعدة في الشرق الأوسط، إلا أن سرب القاذفة B-1 لا يتواجد إلا داخل الأراضي الأمريكية، تحديدا في قاعدة دايس الجوية في ولاية تكساس. وبين قاعدة دايس الجوية في ولاية تكساس واليمن أكثر من 13,000 كيلومتر، ولتنفذ القاذفة الأمريكية مهمتها في اليمن فإنها بحاجة لأكثر من 15 ساعة للوصول وشن غاراتها على مواقع الحوثيين. وفقا لنوعية الضربات، نجد أن اختيار واشنطن لهذه القاذفات كان نتيجة أسباب عدة. السبب الأول كما يقول محللون هو احتمال رفض بلدان في المنطقة يتم استخدام أراضيها التي تضم قواعد أمريكية منطلقا للهجمات على سوريا والعراق واليمن. أما الثاني فيتعلق بكون هذه القاذفات تعتمد على التكنولوجيا الرقمية بشكل أكبر، كما أن لها القدرة على ضرب أهداف متحركة ومتعددة في ذات الوقت. وهذا السبب أكدته مصادر يمنية، والتي أفادت بأن الغارات الأمريكية الأخيرة استهدفت مواقع أسلحة مدفونة على عمق كبير تحت الأرض في مستودعات تخزين في معسكر دار الرئاسة وجبل عطان في صنعاء، ومحطة رادارات متحركة في البيضاء. كما أن بإمكان مقاتلة واحدة من B-1 أن تقوم بمهام سربين من طائرات F-16 الهجومية. نجد أيضا أن حمولتها من الأسلحة تفوق بكثير المقاتلات الأخرى، إذ تقدر حمولتها ب 24 صاروخ كروز، فيما تصل حمولتها من الأسلحة غير الموجهة إلى نحو 34 طنا. وبالعودة إلى تصميم القاذفة الأمريكية، نجد أن إنتاج النسخة الأولى كان في مرحلة الحرب الباردة، صممت لتحلق على علو منخفض من أجل تفادي أنظمة الرادار السوفيتية. عودة إلى ضيفنا من القاهرة دكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، قبل أن ندخل بخصائص هذه الطائرة كما تطرقنا إليها، نسأل هنا لماذا اللجوء إلى هذه الطائرات التي خرجت من الولايات المتحدة وعدم الذهاب إلى طائرات مركونة وموجودة بالمنطقة هنا لتنفيذ هذه الغارات؟ يعني دعيني أشير أولا إلى ملاحظة مبدئية، أن هذه الطائرة
ليست هذه المرة الأولى التي تصل فيها لهذه المنطقة، ولكنها شاركت في حرب العراق وبصورة كبيرة. لكن خلال هذا العام قامت باستطلاع في 23 نوفمبر الماضي أو في 8 نوفمبر الماضي قامت بجولة وصلت إلى سماء البحرين، وفي اعتقادي كانت رسالة تحذير إلى إيران أنه لو تستطيع أن يعني الطائرات الأمريكية الاستراتيجية تستطيع أن توجه ضربات لها، وكان هذا نوعا من التحذير قبل أن تأتي إلى هنا. الطائرة في ضرباتها التي وقعتها في العراق لا أعتقد أنه كان هناك حاجة إليها، كانت ممكن طائرات F-16 أو الطائرات الأخرى توجه ضربات كما تم في الفترة الماضية، لكن كانت نوعا من الردع. لكن فيما يتعلق بضرب الحوثيين كانت ضرورية، لأن هناك المخزن الرئيسي للصواريخ هو من المجمع الرئاسي الذي يتصل بالمعسكر النهدين على ما أعتقد بعد ذلك أو الدليمي، فبالتالي كان من الضروري أن تكون هذه الطائرة التي لديها صواريخ خارقة ولديها قدرات على الرصد والمتابعة، فكان من الضروري أن تكون هي لتوجيه هذه الضربات، وهي على عبارة عن يعني قاعدة إلكترونية متحركة. طيب يعني هل يعني تعتقد حضرتك أنه في رسالة معينة كذلك من استخدام هذه الطائرات بشكل خاص؟ تتحدث عن ميزات لافتة جدا ومهمة جدا، ولكن يعني نعلم أنه في أسطول كبير بالنسبة من للطائرات يعني المصنوعة أمريكيا، وبالتالي هل في طائرات البي 1 رسائل محددة أو لا؟ بالتأكيد، لأنه المدمرات الموجودة حتى في القطع البحرية الموجودة في البحر الأحمر وجهت صواريخ سابقة لمواقع تابعة للحوثيين، والمدمرات والحاملات الطائرات الموجودة في البحر المتوسط تستطيع أن توجه صواريخ أيضا إلى تلك المنطقة. لعلك تتذكرين أن الحاملات الطائرات الأمريكية وجهت صواريخ توم هوك إلى العراق من البحر الأحمر ومن البحر المتوسط، يعني هذه ممكن تنفيذها. لكن أنا في اعتقادي إلى جانب قدرة الطائرة على إحداث قدر أكبر من الخسائر فهي رسالة ردع. استخدام هذه الطائرة بالتحديد هو ما يمكن أن يكون بداية أو هي محور الضربة الاستراتيجية التي ممكن أن توجهها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهداف في المنطقة، وأعتقد أنها رسالة ردع أساسيا لإيران. ولعل التزامن ضرب الأزرع الإيرانية بهذه الصورة والتي تمثل تطورا يعني أكثر إيجابية فيما يتعلق بتعاملاتها معها، نعم، التي تعني قطع أيديها تماما، إفقادها القدرة على القيام بعمليات عسكرية خلال الفترة القادمة، وضرب مخازن السلاح وضرب الطائرات المسيرة، نعم، بما يعني أنها سوف تفقدها قدرتها بصورة كبيرة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من القاهرة دكتور محمد مجاهد زيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. لا تزال قضية إخطار واشنطن لطهران قبل توجيه الضربات تتفاعل. موقع أساس اللبناني تحدث عن ما أسماه مسرحية بايدن، متابعا أن مصادر عراقية أمنية أكدت أنه تم إخطار طهران بالضربات مسبقا. يتقاطع ذلك مع ما قاله كبير الجمهوريين بلجنة القوات المسلحة بالكونغرس روجر ويكر الذي قلل من هذه الضربات، واتهم الرئيس الأمريكي بتمكين خصوم واشنطن من الاختباء عبر إرسال رسائل ساذجة على حد تعبيره. من جهته كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول قد وصف ضربات بلاده على مقر ميليشيات إيران بسوريا والعراق، وصفها بضربات متأخرة والتي سمحت للأعداء بالاختباء على حد قوله. إلى ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بمغادرة 50 مستشارا من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني من السواحل اليمنية نحو صنعاء كذلك في سوريا، فقد تم نقل عناصر الحرس الثوري من الشرق إلى الجنوب حيث استخدموا القوات السورية والروسية كغطاء بحسب وول ستريت جورنال. ولفتت الصحيفة إلى أن الغارات الأمريكية في اليمن والعراق وسوريا لم تقتل أي إيراني، في إشارة لتجنب المواجهة المباشرة مع طهران. أمريكا عدو الله.
أكثر الضربات الأمريكية في سوريا طالت مواقع أخلتها الفصائل مسبقا، هذا ما كشفه مصدر أمني عراقي لموقع أساس، موضحا أن واشنطن أبلغت بغداد بالمواقع التي تنوي استهدافها. وهنا يشير الموقع في تقرير له إلى أن الاتصالات بين العاصمتين أدت إلى تواري بعض قادة الميليشيات، ومن بينهم أكرم الكعبي مثلا زعيم ميليشيا النجباء. المصدر الأمني العراقي تحدث عن ثلاثة أسباب تقف خلف التنسيق الأمريكي العراقي. أولاً، واشنطن لا تريد وفق المصدر إحراج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حال تسببت الضربات بأضرار جسيمة على الصعيد البشري. ثانياً، واشنطن تحاول ألا تتسبب بأضرار للمحادثات التي تنوي خوضها مع حكومة بغداد في إطار الترتيبات والاتفاقات الأمنية حول سحب قوات التحالف من العراق. أما ثالثا، فيرى المصدر الأمني العراقي أن السوداني لعب دورا مهما في الضغط على الفصائل المسلحة بعد ضربة البرج 22، عندما هدد بالاستقالة من رئاسة الوزراء إن لم تعلق كتائب حزب الله استهداف القوات الأمريكية، وهذا ما حصل. هنا يروي تقرير أساس أن ضرب البرج 22 جعل الإدارة الأمريكية تنقسم حيال كيفية الرد، فاستخبارات البنتاغون أو ما يعرف بالدي آي اي جنحت نحو ضرب أهداف تتبع لإيران بشكل مباشر كسفن التجسس في البحر الأحمر، في حين أيدت السي آي اي ضرب الفصائل الإيرانية وليس إيران. وما كان من الرئيس جو بايدن وفق التقرير إلا أن يميل نحو رأي مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، فاختار بايدن عدم توجيه ضربات مباشرة لإيران. هذا وينقل تقرير عن مصدر إقليمي مسؤول قوله إن واشنطن فتحت قنوات تواصل مع إيران عبر سويسرا وسلطنة عمان قبل ساعات على الضربة، وذلك بهدف الاتفاق على شكلها ونوعها. المصدر يكشف أيضا أن الإدارة الأمريكية حاولت إقناع إيران بتوجيه ضربة لموقع غير استراتيجي في الأراضي الإيرانية تستوعبها إيران ولا ترد، ولكن طهران رفضت وأكدت الرد مباشرة على القوات الأمريكية في المنطقة إن استهدف الداخل الإيراني، وكان القرار بضرب مواقع في سوريا والعراق ثم اليمن. ولمناقشة هذه التطورات معنا من واشنطن ريتشارد ويتس، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون، ومن بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. سيد ريتشارد، مع حضرتك أبدأ. يعني بالأمس كان الحديث عما إذا كانت السلطات الأمريكية قد أخطرت الحكومة العراقية، اليوم وصل الحديث إلى أن السلطات الأمريكية أخطرت إيران والسلطات الإيرانية، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا قد حصل؟ لست أدري إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت مباشرة الحكومة الإيرانية، ربما هي أبلغت الحكومة العراقية، لكن لا ينبغي أن نتفاجأ من ذلك، لأن الولايات المتحدة كانت تعلن على مدى أيام بأنها سوف توجه ضربات ردا على الهجوم الأخير،
وبالتأكيد ربما كان هناك تحذير أو إنذار مسبق قدم بشأن الأهداف المحتملة في العراق وإيران وغيرها، وهذا ما يشرح بأنه هناك القليل من الضحايا في هذه الضربات التي نفذت، وهؤلاء هم ربما بالأساس عناصر الميليشيات وليس مسؤولين ولا أفراد في الحرس الثوري. يمكن من ناحية المعلومات المتوفرة، إذن سيد إبراهيم، كم يمكن فعلا أن نتحدث عن أنه اليوم الولايات المتحدة أعطت تفاصيل ضربات، تفاصيل المواقع التي سيتم استهدافها ليس فقط إلى العراق كما قالت المصادر، بل أيضا إلى إيران؟ أولا مساء الخير. مساء نور. بطبيعة الحال هذا ما أكدته عدة مصادر وذكرناه في موقع أساس، أن هناك معلومات وصلت إلى إيران أكان بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني عندما نقول بشكل مباشر عبر الوسطاء، بشكل غير مباشر عبر دولة ثالثة مثل العراق مثلا اختارتها واشنطن قبل الضربة، وهناك خط تواصل مفتوح بين الولايات المتحدة واشنطن طيلة الأسبوع الماضي عبر السفارتين في سويسرا في العاصمة السويسرية، وهذا ما أدى إلى تقليل الخسائر البشرية في المواقع المستهدفة وعدم إصابة حتى أي إيراني في العمليات، علما أن سوريا لوحدها تضم أكثر من 560 نقطة يتواجد فيها الحرس الثوري، منها حوالي 55 موقع أو قاعدة أساسية عسكرية يشغلها الحرس الثوري، أهمها قاعدة الإمام علي في منطقة البوكمال ومواقع أخرى في محيط دمشق وحلب. المواقع التي استهدفت في شرق سوريا وفي محيط دير الزور مثلا كانت مستودعات خالية ومواقع خالية، وكذلك الأمر في القائم في العراق، المواقع ليست أساسية وليست رئيسية وليست مؤثرة في عمل الفصائل على قدر ما كانت فقط استعراض عضلات أمريكي في الأجواء عبر إرسال طائرات البي 1 لانسر من الأراضي الأمريكية وصولا إلى المنطقة. تريد إدارة بايدن أن تتجنب مواجهة مع إيران، هناك ترتيبات معينة تبحثها إدارة بايدن تبدأ في ترتيب الانسحاب من العراق، وهذا بطبيعة الحال ينسحب على سوريا لأن القواعد الأمريكية في العراق هي الأساس والمنبع اللوجستي والدعم العسكري والسياسي وما سوى ذلك لتلك القواعد الموجودة في سوريا، وإن نفت مصادر أمريكية رسمية الأسبوع الماضي هذه المعلومات عن نية انسحاب من سوريا نتحدث وليس العراق، لكن الانسحاب من سوريا وحده يجر إلى انسحاب العراق، ولهذا لا تريد أن تخوض أو أن تدخل في مواجهة واسعة مع إيران، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة الأمريكية اليوم هي في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية وتحاول قدر الإمكان أن تتجنب خوض الحروب قبل الذهاب إلى الانتخابات، وهناك ما قاله رئيس الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز في مقالة نشرها على فورين أفيرز قبل أيام أن أمن المنطقة وأمن إسرائيل يحتم التعاطي مع إيران. سيد ريتشارد، من ناحية يعني عنوان تجنب المواجهة مع إيران الذي تحرص الولايات المتحدة أن تضعه دائما بالتصريحات السياسية، صحيفة The Economist تحدثت عن أنه بأحد التصريحات لمسؤولين أمريكيين بإحاطات مع الصحفيين قالوا أنه فات الأوان على موضوع بحث كيفية ردع إيران، الآن ما نحاول القيام به هو يعني تقليل قدرات إيران على مهاجمة الأمريكيين. لهذه الدرجة اليوم في هناك عجز أمريكي فعليا عن ردع إيران، عن وضع حد لهذه الاعتداءات، وبالتالي هناك فقط محاولات لتقليل فقط القدرات؟ لا أعتقد أن هذا الكلام دقيق تماما. ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا صحيح فيما يخص الحوثيين، فهؤلاء لديهم الكثير من الحماسة لمهاجمة الغرب وإسرائيل وآخرين ليظهروا للعالم مدى أهميتهم ولزيادة شعبيتهم الداخلية والحصول على الاعتراف الدولي، ولا أعتقد أنه يمكن ردعهم، فهم طبعا محل مساعي لإضعاف قدراتهم. أما بالنسبة
الميليشيات في العراق والحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني يمكن لهؤلاء ردعهم، ورأينا ذلك قد نجح فيما يتعلق بإسرائيل وتصدي لحزب الله في لبنان، والإيرانيون قد تفادوا مهاجمة القوات الأمريكية مباشرة. هذه الهجمات كانت دائما تتم عبر الوكلاء، فأعتقد أن في بعض الحالات إضعاف القدرات قد يكون هو الحل، ولكن الردع يمكن أن ينجح أيضا. يمكن أن ينجح الردع في العراق إذا ما تصرفت الحكومة العراقية وجعلت الميليشيات تنأى بنفسها عن مهاجمة الأمريكيين. طيب سيد إبراهيم، من ناحية ثانية كمان بالمقال يعني في حديث عن أنه كان في حرص أمريكي على عدم إحراج رئيس الوزراء العراقي، على عدم وضعه بموقف صعب إذا ما سقط كثير من المدنيين، وهذا سبب إضافي لانتقاء الضربات بهذه الطريقة. ما الذي يجعل هذا الموضوع يعني فعليا هدفا أساسيا لدى الولايات المتحدة بوقت أنه الولايات المتحدة أرسلت رسائل كثيرة للحكومة العراقية وكان السودان يعني على أساس يوصلها، ولكن فجأة بات موقف الحكومة العراقية هو أنها تريد خروج القوات الأمريكية؟ لأن موقف الحكومة العراقية هو استنبط من رسالة أمريكية، يعني ليس موقف الحكومة العراقية هي نعم أظهرت موقفا تريد طالبت من انسحاب القوات الأمريكية، لكن بعد أن وصلتها رسالة أمريكية تدعوها للتفاوض على الانسحاب، على انسحاب قوات التحالف وترتيبات أمنية وعسكرية وسياسية تلي هذه المرحلة. بعد أن ما علمت الحكومة العراقية بنية الولايات المتحدة الانسحاب صارت تطالبها لحفظ ماء الوجه، وعلى سواء في السياق عينه التجربة الأمريكية مع حكومة السيد السوداني لم تكن سلبية للغاية، بل كان متجاوبا إلى حد كبير في عدة مراحل وعدة نقاط، ولا تحبذ أن تضغط عليها أو تحرجها إلى حد الاستقالة مثلا ويستعيد عنه الإطار مثلا بشخصية أكثر تشددا أو أكثر راديكالية تجعل مهمة الولايات المتحدة في العراق أكثر صعوبة. السوداني أظهر براغماتية في عدة مراحل، ومنها ما حصل بعد الضربة الأمريكية على الأردن، على الرغم من أنه مثلا جاء إلى رئاسة الوزراء بأصوات الإطار الشيعي، لكنه في الوقت عينه يحرص على التوازن مع الولايات المتحدة، واجتمع بقادة الفصائل وكان له كلام عالي النبرة خصوصا مع كتائب حزب الله العراقي، وهو الذي دفعهم إلى إصدار بيان تعليق العمل عن العمل العسكري ضد القوات الأمريكية أو استهداف القوات الأمريكية. يعني هذه الأسباب تجعل من السيد السوداني شخصية مقبولة عند الأمريكيين، كما هي بطبيعة الحال مقبولة عند الإيرانيين، ويستطيع أن يلعب الدور السياسي المقبل في فترة الانسحاب مثلا وترتيبات المفاوضات وإبرام الاتفاقيات الأمنية التي ستسبق أي انسحاب أمريكي من العراق. لن يكون الانسحاب مطلق ومجاني، هناك اتفاقيات أمنية والتزامات ستخوضها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة بحسب ما ذكر هذا الأمر أكثر من مصدر، يعني وأكثر مصدر مسؤول في الولايات المتحدة وليس في العراق. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. شكر موصول لضيفنا من واشنطن ريتشارد ويتس مدير مركز تحليل السياسي العسكري في معهد هادسون. شكرا لكم. ونذهب إلى فاصل، من بعده نتابع في الأخبار الليلة. هل توقف الرهائن حرب غزة؟ تشكل خبرا تصنع حدثا
هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم من جديد. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يؤيد وقفا مؤقتا للقتال في غزة بما يسمح بإتمام صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس، وإن قادة الجيش أعربوا عن هذا الموقف للمسؤولين السياسيين لأنه لم ينجح حتى الآن في إطلاق سراح المحتجزين في عملية عسكرية، بالرغم من أن إطلاق سراحهم هو أحد أهداف الحرب، وأنه أي الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال وقف القتال المؤقت إلى إعادة تنظيم صفوفه وصيانة المعدات العسكرية وتجديد الإمدادات، كما أنه يعتقد أن التهدئة من شأنها السماح بجمع المعلومات الاستخبارية وإعداد خطط عملياتية محدثة باعتبار أن الوضع على الأرض يتغير. وتبعت الهيئة نفسها أن الهدنة بالنسبة للجيش لا تعني الخروج من قطاع غزة بل انتقال إلى وضعية أخرى، كما أنه سيبقى خلال الهدنة في المنطقة التي تقسم قطاع غزة إلى قسمين، مضيفة أن الجيش لا يسمح خلال هذه الهدنة بعودة سكان غزة إلى منازلهم في شمال القطاع. أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرقل الحرب بقطاع غزة. تأتي هذه التصريحات في ظل أنباء عن منع بن غفير من دخول الولايات المتحدة لأنه مدان بالانتماء لتنظيم إرهابي. وفي مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أفاد بن غفير بأن بايدن بدلا من أن يمنح تل أبيب دعمه الكامل ما زال منشغلا بتقديم مساعدات إنسانية ووقود لغزة والتي تذهب إلى حماس، واستطرد أنه لو كان ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما مع إسرائيل. وذكر بن غفير خطة تتمثل في تشجيع أهل غزة على الهجرة الطوعية لأماكن حول العالم من خلال منحهم حوافز مالية، مضيفا أن عقد مؤتمر عالمي ربما يساعد في إيجاد دول راغبة في استقبال اللاجئين الفلسطينيين، وأنه ما زال يعارض أي صفقة مع حماس تسمح بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين بتهم الإرهاب. وعن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بن غفير أنه أمام مفترق طرق وعليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه. وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالعنصرية والمحرضة على استكمال إبادة أهالي قطاع غزة وطردهم من أرضهم بالقوة. وقالت الخارجية الفلسطينية أن بن غفير يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من القصف الإسرائيلي. الخارجية الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية رادعة على وزير الأمن القومي الإسرائيلي باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. فيما تنتظر إسرائيل رد حركة حماس على مقترح صفقة التبادل وتتوقع مفاوضات طويلة قبل إخراج اتفاق إلى حيز التنفيذ، تكشفت تفاصيل أوفى عن الاقتراح الذي تمت بلورته في باريس قبل أيام عبر مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين ومصريين. ينص الاقتراح على وقف للقتال يصل إلى 142 يوما مقابل إطلاق حوالي 135 محتجزا في غزة بواقع يوم تهدئة واحد مقابل كل رهينة، وسبعة أيام إضافية للتفاوض بين المرحلتين الأولى والثانية. وقالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة تنتظر رد حماس على الاقتراح القطري قبل أن تبلور موقفا نهائيا، وتعتقد أن الوقت سيطول قبل بدء مفاوضات حقيقية.
وكان المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي ناقشا الصفقة في اجتماع موسع يوم الجمعة شهد الكثير من المشادات والخلافات حول بنودها. وقال نتنياهو إن هناك ثلاثة شروط لا يمكن القبول بها، وهي وقف الحرب قبل القضاء على حماس، والإفراج عن آلاف ممن أسماهم بالإرهابيين، وإخراج الجيش من القطاع نهائيا. في حين كشفت وول ستريت جورنال عن خلافات وانقسامات بين قادة حماس تمنع الحركة من إبرام الصفقة. من جنين معنا لمناقشة كل هذه التطورات الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. مساء الخير دكتور أيمن، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. قبل أن ندخل بالمواقف الإسرائيلية وحتى التطورات السياسية الإسرائيلية، ما الذي يؤخر هذه الصفقة إلى هذه الدرجة دكتور أيمن، ومن تحديدا يؤخرها أيضا، أي طرف؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. أهلا فيك. أنا بعتقد المعيقات موجودة أكثر عند الجانب الإسرائيلي. إسرائيل تفضل أن تفاوض على فترة زمنية قصيرة، بمعنى هدنة تكتيكية وليس وقف إطلاق نار أو وقف القتال، كما أن هناك خلافات كبيرة حول الأسماء، أسماء العديد من الفلسطينيين الأسرى الذين قاموا بعمليات ضد إسرائيل، وبالتالي إطلاق سراحهم في هذه المرحلة سيعني انتصار كامل لحركة حماس وهزيمة لنتنياهو ولحكومته وحتى لمجلس الحرب. لذلك المعيق الإسرائيلي وعدم قدرة نتنياهو على اتخاذ قرار في المرحلة الحالية. نتنياهو غارق في إدارة التناقضات ما بين بنغفير وسموتريتش من جهة، وبيني جانس وأيزنكوت من جهة أخرى، ودخول المتغير الأمريكي والفاعل الأمريكي والضغوطات الدولية، وبالتالي إسرائيل أنا برأيي في حالة فوضى وفي حالة إرباك. من جهة أخرى أيضا حماس رفعت من السقف، اليوم حماس تفاوض بندية أكبر، واضح من الخطاب ومن التصريحات المختلفة التي تصدر عن العديد من قادة حماس والمقاومة، إصرار واضح على وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال وزيادة المساعدات الإنسانية. وبالتالي في هناك إشكالية، كأن الطرفين يفاوضان بمعنى خسارة مقابل خسارة، وليس ربح مقابل ربح في علم المفاوضات والوساطة. ربح أي طرف هو خسارة للطرف الآخر. ولكن حتى إذا أردنا أن نتحدث عن كل طرف لوحده دكتور أيمن، اليوم حتى نتنياهو يقول، أو مصادر عنه تتخوف فعليا، أنه القبول بهذه الصفقة قد نهايته أو ضغط أكبر عليه من جانب حكومته. إلى أي مدى كذلك كل طرف اليوم لديه وضع دقيق داخلي؟ أنا برأيي نتنياهو في وضع صعب، حتى تصريحات الجيش التي تفضلتم بها في التقرير السابق، دخل الجيش على خط المفاوضات والوساطة وبصوت واضح وبصوت واحد يقول أن الجيش بحاجة إلى هدنة لعدة أيام أو لعدة شهور حتى يقوم بإعادة ترتيب أوضاعه وإعادة دراسة التكتيكات المختلفة وربما زج وحدات جديدة. أكيد المعركة لم تنتهي، وكانت رسالة جيش الاحتلال واضحة بهذا الشيء، إضافة طبعا إلى الضغوطات من مجلس الحرب ومن الرأي العام الإسرائيلي ومن أسر المحتجزين والضغوط الأمريكية وحتى ضغوط محكمة العدل الدولي. كل ذلك يراقب نتنياهو أنا برأيي صخرة كبيرة، لا سيما أنه في حالة جدال ونقاش أيضا مع المطبخ السياسي بنغفير وسموتريتش. لذلك الوضع في إسرائيل أنا برأيي مربك تحديدا على نتنياهو، وبالتالي عملية الإرباك في اتخاذ قرار سريع هذه تؤخر الصفقة بشكل كبير وواضح. طيب بموضوع الجيش تحديدا دكتور أيمن، لأنه حضرتك توقفت عنده ونحن بالأخبار، ما الذي اليوم يجعل الجيش يتحدث فعليا عن الحاجة لهدنة مؤقتة؟ نعلم كل باقي التصريحات التي أدلى بها، بس هنا لماذا يذهب الجيش إلى هذا الحديث؟ هل هذا له دلالة عسكرية مختلفة عن فقط مجرد الحديث عن هدنة؟ أنا برأيي في هناك أكثر من دلالة. جيش الاحتلال هو جيش مسيس، وتاريخيا ربما يميل إلى الحكومات التي تكون عادة في الوسط. أول مرة إسرائيل تحكم بحكومة يمين وطيار يميني، وفي العديد من الشخصيات اليمينية من بنغفير وسموتريتش والعديد
العديد من شخصيات الوقود. هؤلاء الناس يعني خطابهم ليس في مصلحة إسرائيل، وبدأ أن الجيش واضح أن الشعارات الكبرى هم يرفعوا شعارات ولا يرفعوا أهداف قابلة للتطبيق. وبالتالي أنا برأيي التطور الآن، وهذا سؤال مهم، يبدو أن الجيش بدأ ينحاز بشكل واضح إلى بيني جانس وإلى آيزنكوت، وهذا سيكون له دلالات يعني انتخابية واضحة في المعركة القادمة. رسالة الجيش واضحة ورسالة الاستخبارات حتى، وبالتالي كل هذه المستويات الأمنية والسياسية والحزبية عندما تتناغم فيما بينها وتتحد، أنا برأيي يعني بمعنى رسالة واضحة إلى أهمية هزيمة نتنياهو وتيار اليمين الذي يقود في هذه المرحلة. يعني هل هو حراك بإطار فعليا خروج نتنياهو من المشهد كما تقول حضرتك؟ ذكرت آيزنكوت تحديدا، وهناك حديث عن أنه يعني قد يكون هو القائد لحملة الإطاحة بنتنياهو بشكل أو بآخر، هل يمكن القول أنه هذه الحملة بدأت؟ أنا أعتقد نعم، في وسط المعركة، ويبدو أن إسرائيل ستكون تغيير الخيول في وسط المعركة وفي وسط يعني عبور النهر، مع أنه المعركة ما زالت مستمرة. رسالة جيش الاحتلال كانت واضحة أن المعركة مستمرة وأنهم لن يسمحوا بعودة سكان الفلسطيني إلى شمال قطاع غزة، وبالتالي رسالة جيش الاحتلال واضحة أننا موجودون في غزة لكن بحاجة إلى مستوى سياسي جديد يقوم بإعادة تعريف أهداف الحرب والمرامي منها من أجل يعني تحقيق بعض منها، لأنه الجيش يشعر في هزيمة لأنه الأهداف الكبرى لم يتم تحقيقها حتى الآن، وبالتالي في إعادة اعتبار وفي إعادة يعني لكل هذه المرحلة مع الصفقة القادمة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. هجوم كيميائي على أم وطفليها في شوارع لندن أثار رعب العديد من سكان العاصمة البريطانية، كما أعاد تذكير بسلسلة جرائم غير مألوفة شهدتها. نفذ الهجوم مهاجر من أصول أفغانية، كشفت وثائق وزارة الداخلية أن طلب لجوئه رفض مرتين قبل أن يوافق عليه لاحقا رغم إدانته باعتداء جنسي عام 2018. ليس غريبا ألا تشعر بالأمان أحيانا عندما تمشي في بعض شوارع لندن النائية وخاصة في الليل، قد يتربص بك سارق هنا أو هناك، وقد تظن أن بعض الأحياء آمنة، لكن تعدد وتنوع الجرائم أمر صادم. هجوم بمادة كيميائية حارقة وقع في جنوب لندن، إذ تظهر مشاهد رجلا يترجل من سيارة ويلقي مادة بوجه أم وطفليها، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص. أنا هنا للحديث عن حادثة مروعة نتج عنها الاعتداء على امرأة عمرها 31 عاما وطفلين عمر أحدهما 3 أعوام والثاني 8 أعوام بمادة كيميائية حارقة، والرجل الذي كان معهم في الآلية عمره 35 عاما واسمه عبد الزيدي. لندن سجلت تزايداً في هجمات الأسيد بنسبة 45% خلال عام 2022، أما عمليات الطعن فازدادت بنسبة 22% في 2023. ليس الليل وحده مرعباً، ففي وضح النهار وفي أكثر أحياء لندن ازدحاماً تقع جرائم ضخمة تتحدى هيبة الشرطة. العام الماضي وقع حادث إطلاق نار من سيارة على جنازة خارج كنيسة في لندن أدى لإصابة 6 أشخاص. كاد المشهد أن يكون لقطة من فيلم هوليوودي عن المافيا. ولم ينسى الناس بعد حادثة الطعن المروعة بحق طالبين في جامعة نوتنغهام العام الماضي، والتي تبعتها مطاردة استمرت ساعات ما منح المجرم فرصة طعن شخصين آخرين. كل هذه الجرائم تضغط على الشرطة كي تبقى لندن إحدى أهم عواصم أوروبا أمينة لناسها ولسياحها. من لندن عروب عبد الحق، الحدث. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من الأخبار الليلة، دقائق قليلة ونفتح ملفات ساعة ثانية، على رأسها متابعة كذلك للتصريحات العراقية وتداعيات الضربات على العراق سياسيا وحتى أمنيا، إلى جانب ذلك الزيارات إلى المنطقة من زيارة بلينكن وصولا إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى مصر، وكذلك أيضا سوف نتوقف قليلا مع الانتخابات التونسية مع الإعلان اليوم عن أنها سوف تجرى في موعدها بين سبتمبر
نوفمبر وأكتوبر القادمين. كل هذه الملفات وسيوها إذن بعد قليل، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأتى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. لكل حدث رواية، الرواية قد تبدي الحقائق وقد تخفيها، قد تلفها بالغموض وتلقي الظلال عليها لتبقيها كامنة بين السطور أو وراء الكلمات. وبينما تتعذر القراءة وتضطرب الرؤية وتمتنع الإحاطة، يصبح البحث هدفاً والرصد غاية والاستقصاء سبيلاً لكشف كل حقيقة. 19 من الاثنين إلى الجمعة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك.
يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أحييكم في ساعة ثانية من الأخبار الليلة، عودة للتذكير بأهم الملفات. تبعات الضربات الأمريكية على الميليشيات، الحديث المتزايد عن اخطار بايدن لطهران قبل الهجمات، إضافة لمستجدات غزة واستنباء عن توجه إسرائيل لهدنة بعد فشل تحرير الرهائن وغيرها من المواضيع ذات الصلة. ولكن عودة أيضا للتذكير بالعناوين. الضربات تؤدي لتدهور قدرات الحوثيين بحسب لندن، والسفير اليمني يتهم الميليشيات باستغلال مأساة غزة لمطامع إيرانية. ليالي الميليشيات تشتعل وتنفجر، البي 1 كابوسهم في هذه المرحلة. تقرير يكشف عن مسرحية أمريكية، بايدن أبلغ إيران بالمواقع مسبقاً، وساس أمريكيون وصفوها بالمهزلة. المنطقة تشغل الغرب، جولة جديدة لبلينكن وأولى لنظيره الفرنسي، وباريس تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين قصراً. فشل تحرير الرهائن قد يخضع إسرائيل، وبن غفير يتهم بايدن بعرقلة الحرب، ورام الله تطالب بعقوبات عليه. نبدأ ساعة ثانية أيضا من الحملة العسكرية الأمريكية، وفي هذه الجزئية نحصرها بالعراق، حيث أكد رئيس ميليشيا الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على العراق لن تمر مرور الكرام بحسب قوله. كما طلب القيادي في الحشد الشعبي أبو فهد الهيثمي الحكومة العراقية باتخاذ إجراء فوري وقاطع لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، واعتبر أن وجودها يعرض البلاد للخطر. وقال الهيثمي أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع تابعة للحشد يوم الجمعة تمثل هجوما على العراق وسيادته، وأضاف أن الفصائل المسلحة لا تقبل الهجوم على العراق أو على غزة، وبالتالي فإن ردود فعلها لا يمكن السيطرة عليها بحسب وصفه. ومن هذا الموقع نشد على يد السيد الرئيس رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادتي وكرامتي وعز العراق، ولن يكون ذلك إلا بمغادرة هذه القوات لأرض العراق، تطهر أرض العراق من كل وجود أجنبي. شيعت ميليشيا الحشد الشعبي في بغداد عددا من الذين قتلوا في الضربات الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في محافظة الأنبار. أمريكا عدو الله.
وبعد يوم من الضربات التي شنتها واشنطن على مواقع الميليشيات المواليه لايران في كل من العراق وسوريا، والجدل الذي احدثته التصريحات المتضاربه بين بغداد وواشنطن حول تنسيق الضربات، اكد مسؤول امريكي لشبكه ام بي سي نيوز انه من السابق لاوانه الحديث عن تاثير الضربات الامريكيه على مسار المفاوضات مع بغداد حول سحب القوات الامريكيه من العراق. اوضح المسؤول انه في حال تبين ان بعض الاهداف التي قصفت في سوريا والعراق لم تدمر بالكامل، فقد تصدر اوامر بقصفها مجددا، مرجحا في الوقت عينه ان تشن واشنطن ضربات جديده على اهداف في العراق وسوريا سبق ان قصفتها الجمعه. هذا صب كونكريت ونازل الصاروخ ومسوي هاي الحفره 6 مترات بعمق. انقصفنا بموقع عكاشات، واللي يقول شهداء ماكو، انا بيدي لمينا 25 شهيد واكو تقريبا 10 لو 9 نفرات ضايعين ما نندلهم. هذا سووه بالارض. أبشع منظر، الله يكفيكم الشر، منظر مديرية طبابة هيئة الحشد الشعبي. دخلوا لهم صاروخ على طول البناية، صاروخين، سكتوها سووها ويل الأرض. تفقد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي الأخير على منطقتي عكاشات والقائم، وكان السوداني قد أعلن الحداد العام على ضحايا القصف. والله طيب ان شاء الله. طيب الله يسعدك. علي عواد سيدي بطل، اصابه في مفصل الركبه الايسر وهسه يتماثل للشفاء ان شاء الله. الحمد لله اصابته طفيفه. طيب ان شاء الله. شلونك؟ طيب ان شاء الله. انا سعدي قولي الاستاذ. شنو اصابته؟ اصابته سيدي بالكتف الايسر واصابه بالقدمين سيدي، وتم اجراء لازم والتداوي والضمان، والرجل بطل يعني ابد ما تعب. سيدي ابطال. السلام عليكم. حياك الله سيدي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم سيدي بس رضوض الحمد لله. الله مرتاح. الحمد لله على السلامة. نعم سيدي بس الفحوصات الحمد لله طبيعية، هو إصابة بالكتف الأيمن رضوض والركبة اليسرى سيدي. من عمان معنا لمناقشة هذا الموضوع المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هشم، ومن بغداد معنا لمناقشة كذلك هذا الملف الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين. سيد سرمد، يعني اليوم في مواقف واضحة بالنسبة للميليشيات العراقية وليس فقط مواقف رسمية آتية من الحكومة، يتحدثون عن أنه هذه ضربات لن تمر مرور الكرام وأنه الموضوع سوف يفعل يعني ردود فعل أكبر. لماذا هذا أيضا التحدي، وما يوصف من قبل البعض بأنه مزيد من الإحراج الآن للحكومة العراقية ومزيد من التأكيد على أنه ليست الحكومة العراقية هي من يتحكم بالحشد الشعبي الذي يفترض أنه جزء من الدولة؟ لا، الحكومة تتحكم بجزء كبير من الحشد الشعبي حقيقة، لكن تعلمين هذه كلها حدثت يعني من تاريخ 7 أكتوبر وباتجاه التقدم باتجاه هذه الأشهر. المشكلة يا سيدتي هنالك بعض الفصائل ترى بأنه لديها عقيدة معينة في مقاتلة أمريكا ومقاتلة إسرائيل، هم يعتقدون بأنه أمريكا وإسرائيل هم واحد، فلذلك يعني مستمرين هم في قتالهم. فقط حزب الله توقف
للمقاومة الإسلامية في العراق. المقاومة الإسلامية في العراق تضم عدة فصائل، اللي توقف عن استهداف الأمريكان هو فقط حزب الله، أما النجباء لا، لم يتوقفوا، بالعكس أصدروا بيان آخر أنهم سيردون في الوقت والمكان المناسب على هذه الضربة الأمريكية. الضربة الأمريكية بدأت تتصاعد ردود الأفعال في هذا الموضوع. ردود الأفعال قسم منها حقيقي وقسم منها مجاملة، خلينا نتكلم بوضوح. قسم منها حقيقي فعلا هنالك، لأنه الأهداف اللي نفذت عليها ضربتها أمريكا، أنا أقول لك ليسوا هم هؤلاء من يطلق الصواريخ، بالمناسبة هم أتوا على فعلا مؤسسة رسمية هي قيادة عمليات الأنبار والطبابة بالذات، ضربوا هذا المكان وضربوا كدس عتاد، يعني موجود هذا الكدس عتاد تحتاج هاي القطعات، النتيجة سقط على رؤوس المدنيين. يعني حتى الضربة يعني لا نستطيع أنه نقول يعني ضربة دقيقة 100%. حتى معلوماتهم الاستخبارية، السؤال هل هم أرادوا من هذه الضربة فعلا يعني أنه يوجهون ضربة حقيقية، أم أرادوا مجرد فد شو معين؟ لأن كلنا نعرف وهم يعلمون أيضا بأنه كل مواقع الفصائل قد تم تغييرها، قد تم التحول إلى أماكن بديلة سواء داخل بغداد أو داخل المحافظات. هنالك استخدموا أسلوب الغش والاختفاء، هذا طبيعي جدا بالمناسبة بالتعبئة العسكرية، يعني هم اتصرفوا التصرف الصحيح، لكن أمريكا بمسيراتها اللي تجوب سماء بغداد يوميا ليلا وفجرا ونهارا، كل هذا ذهبت لتنفيذ ضربة على الحدود، والضربة مجرد انقتل بها، يعني أعتقد ذول الشباب اللي انقتلوا أبدا يعني ما لهم علاقة بالاستهدافات، لكن دفعوا ثمن هذا التصرف. نعم. أستاذ رعد، هل حضرتك توافق سيد سرمد؟ هو يتساءل ما إذا كانت هذه الضربات هي مجرد شو فقط لا غير. تحية طيبة. يعني واضح أنه يعني حينما استهدفت منفذ السكك الذي تحدثنا عنه مطولا في قناتكم الكريمة وقنوات أخرى، منفذ السكك ليس بالمنفذ الهين، وهم يعرفون لأنه من قبل 6 أيام 7 تعطي الإشارات الجانب الأمريكي لإيران عبر وسطاء، عبر بشكل مباشر إعلامي، عن نيتهم لتوجيه الضربة. رغم هذا ورغم الانسحابات، لاحظنا كيف أنه دللتنا هذه الضربة على أهمية كبيرة، وهي أنه رغم مغادرتهم لهذه الأماكن التي كانت هي يعني أمام العراقيين هي منفذ للتهريب وتهريب المخدرات ربما والأسلحة من وإلى يعني للأراضي السورية، تبين أنه بعد التفجير أنه الصواريخ المخازن ومشاجب الصواريخ لم يتمكنوا من إخلائها، إذن هو منفذ حدودي يفترض كان للتهريب البضائع والسلع وحتى المخدرات، تبين أنه حتى السلاح، لأنه هذه الأسلحة يبدو عتاد وعتاد يعني من نوع وسطي ربما نقول ثقيل، لاحظنا كيف أنه تطاير بالأجواء، فهو كشف لنا حقيقة، أقصد موضوع السكك اللي على القائم، كشف لنا أنه هذه الفصائل يعني تمتلك أسلحة وأسلحة يبدو فتاكة وقريبة من مدن. ما يخشى منه، وطبعا هي دقة ناقوس الخطر هذه الضربة، ما يخشى منه أنه في مناطق أخرى ونحن أمام تحدي آخر أو استهدافات تعلن عنها الولايات المتحدة أنه متتالية وبصفحات قادمة، كيف إحنا إذا جاءت الصفحات الأخرى وهذه المشاجب أشبهها وما يشبهها وما يعني قريبا منها في أماكن أخرى من فصائل متعددة، لاحظنا في سنوات ماضية كيف أنه قريبة من السكان قريبة من الأهالي، طيب هذول أخلوها؟ طبعا هاي الدقنة ناقص الخطر، يفترض احنا يعني نتحسس منها، يفترض القيادة العامة أخذت حذرها، انسحبت وسحبتها ويعني أخلتها، هذه ضرورة مهمة طبعا.
أستاذ سرمد، أعتقد أنه لديك رد على هذا الموضوع. أنا أيضا يعني فقط أسأل هنا كذلك، عندما يطالب القيادة بالحشد الشعبي أبو فهد الهيثمي الحكومة العراقية باتخاذ إجراء فوري، معتبرا أن هذا الأمر ما حصل من جانب الولايات المتحدة وهجوم على العراق وسيادته، ألا تخرق أيضا الميليشيات التي تستهدف قوات التحالف سيادة العراق؟ خاصة العراق ما زال حتى الآن لديه اتفاقية مع هذا التحالف لوجوده. ألم تصدر بيانات عديدة من القائد العام للقوات المسلحة ومن يعني من الدولة العراقية من رئاسة الوزراء تخص هذا الموضوع؟ أنا لا أسأل عن الدولة العراقية، أنا أسأل عن الميليشيات والموقرة. لا أنت قلتي أيضا الفصائل على اعتبار تخرق السيادة. إحنا كم مرة الدولة صدرت بيان بأنه غير راضية وسوف تلقي القبض على الجماعات اللي تستهدف التواجد الأمريكي؟ هل ألقت القبض على أي أحد أساس سرمد؟ ولعلم نعم 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 وأين متى ألقى قبض عليهم؟ أنا بيوم عندما تم ضرب البعثة الدبلوماسية الأمريكية، عندما تم ضرب السفارة الأمريكية هنالك من 13 إلى 14 معتقل للعلم، وهذه المعلومة يعني ممكن أول مرة أتكلم بها. إنزين، هذه اللي الحقيقة اللي موجودة في هذا الموضوع. الأهم من هذا كله سيدتي، الأهم من هذا كله اللي مطلع على الحدود واللي عنده دراسة على الحدود، الأفضل أن يكون مطلع على الحدود. نعم الحدود للعلم 200 كيلومتر هي تسيطر ضمن قاطع الحشد الشعبي 200 كيلومتر. نعم بيها كل ما تتوقعي موجود بيها، كل ما تتوقعي موجود بيها، لكن احنا نتكلم عن الضربة حصرا. الضربة شو الامريكان يعلمون جيدا انه هذا مقر طبابة ومقر قيادة عمليات. هذا المقر رسمي سيدتي، عرفتي شلون؟ رسمي عند الدولة مؤشر بالخرائط بأنه هذا المقر رسمي، لذلك هم لم يخلوه. لكن أنت اسألي سؤال آخر، إذن كيف تستهدف قاعدة عين الأسد والتنف والركبان؟ ما هي صحراء واسعة أصلا للعلم والاطلاع، يصير الاستهداف عبر عجلات تأتي من مسافات بعيدة قد تكون 300 أو 400 كيلومتر، تقف في مكان في الصحراء تنفذ ثم تنسحب. هذا اللي دي يحدث. أما قطعة تنفذ على قاعدة عين الأسد وتبقى في مكانها فهذا غباء عسكري مطلق، هذا غباء عسكري مطلق. أنا سأقول لك شيئا وسأذكرك به، هل تذكرين عندما تم إطلاق الصواريخ البالستية اللي بعدها أمريكا ضربت جرف الصخر؟ نعم. واستهدفت عجلة في منطقة أبو غريب، واستهدفت عجلة في منطقة أبو غريب، تذكرين؟ لو ما تذكرين، حوالي قبل شهر ونص. نعم. قبل شهر ونص وانقتلوا بها 2. هذه العجلة كانت ذاهبة، راحت نفذت الواجب، نفذت، رمت الصواريخ، تركوا عجلة الصواريخ فارغة وعادوهم بالطريق، استهدفتهم الـ 130 الأمريكية. إذن سياق العمل ليس مثل ما يتوقع الجميع أنه مقرات ثابتة ومن المقر يطلق على قاعدة عين الأسد أو قاعدة التنف أو الركبان، أبدا، أهداف متحركة. هذا الهدف لم يتم إخلاءه لأنه تصوروا بأنه ليس له علاقة، أنه الأمريكان يعلمون أنه هذا ليس له علاقة بالموضوع. نعم. ضربوا هذا، ونعم موجود كدس عتاد وتفجر على المدنيين. نعم أستاذ رعد، ما رأيك بإجراءات الحكومة في المحاسبة والاعتقالات إثر الاعتداءات التي كانت تقوم بها فصائل الحشد بأوقات سابقة؟ أستاذ سرمد يتحدث عن أنه أخذت إجراءات الحكومة في هذا الإطار. طبعا البداية كان الموضوع يخص المركز الطبي، أعتقد بعكاشات أستاذ سرمد العزيز، المركز الطبي في عكاشات. أنا أتحدث عن القائم تحديدا وعن منفذ السكك الذي أصر على أنه فيه منفذ لحزب الله للتهريب. هذا يعني للتوضيح، ما أعرف يعني هذا ما أكو مركز طبي، حتما يجوز أكو مركز طبي صغير في السكك، لكن الذي استهدف في القائم في العكاشات هذا المركز الطبي الذي تتحدث عنه. بخصوص الاعتقالات، أعتقد هي الحكومة العراقية
أعلنت رسميا وحتى بشخص المتحدث القائد العام أنه وخاصة كما ذكر زميلي في وقت القصف ما بعد قصف جرف الصخر حصل على البعثات أولا حصل اعتقالات من بين صفوف فصائل معينة. نتذكر أنه لم يذكر البيان لا اسم الفصيل ولا ربما الأعداد قد يكون من 10 إلى 14 كما ذكر زميلي، لكن لم يقولوا من أين، وعلى أساس التوصية التوجيه أنه التحقيق معهم، ولم تكشف الحكومة في بيان لاحق نتائج تحقيق حول هؤلاء، يعني لأي جهة يتبعون، ما هي الفعاليات اللي قاموا بها، هل تم حالتهم إلى المحاكم، هل اعترافاتهم أدت إلى إلقاء القبض على آخرين غيرهم. يعني هذه لم تعلن، ربما تحتاج إلى شفافية، وربما فيها جانب سري أيضا لها مبتغى الحكومة العراقية ألا تعلنها في هذا الظرف بالتأكيد. بس هو يعني في اعتقالات، يعني هذا صعب إخفاءه أستاذ رعد. أعلنوا بيان ستلارة، بيان واضح ربما يعني قبل 3 أسابيع ومعلنة، ربما هذه المعلومة أيضا يضيفها الأستاذ العزيز تأكيدية، ولكن هي في بيان رسمي قالوا لا سيتم التحقيق به أو التحقيق معهم. لا بيان أستاذ سرمد هو بيان رسمي أنا أتذكر جيدا، يعني لكن بس أنه نتائج التحقيق لم تظهر نتائج التحقيق ولم يعني يعلن عن تفاصيل ربما لأسباب أمنية لاحقة، لكن هل أثرت أو تسببت في تحجيم الهجمات والقصف؟ بالعكس، احنا وراء هذا عملية الاعتقال اللي أعلن عنها في البيان وجدنا أنه هناك استدامة لهذه الهجمات واستمرت بل تواصلت إلى أعماق أخرى خارج مديات عين الأسد وخارج مستوى حتى حدود العراق البلدي. بس بعتقد أستاذ سرمد كان عنده شيء يقوله، نحن انتهى الوقت، ولكن إذا بتحب أستاذ سرمد تفضل. لا هم اللي ذكروا تم اعتقال 3، لكن العدد من المعتقلين أكثر ومن فصيل معين، خلينا نتركه للوقت بأنه الحكومة خلت تعلن عنه، لأن أكو تحقيقات وأكو قسم هربوا إلى خارج البلد، يعني ما استطاعوا اللحاق بهم. إحنا في كل أحوال يعني قلت لك أنا في رأيي بأنه هاي الضربات يعني كانت قد تكون استفادت منها أمريكا من الداخل، بايدن استفاد منها أكثر من الاستفادة التعبوية الحقيقية على الأرض. شكرا لك ضيفنا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي، وأشكر ضيفنا من عمان المحلل السياسي والأمنية العراقي رعد هاشم. فاصل مشاهدينا، نواصل من بعدها الأخبار الليلة. تعيش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كان
كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. من جديد، بدأ اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى المنطقة في جولة جديدة، حاملا معه مطالب محددة إلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. تأتي جولة بلينكين التي تشمل كلا من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، تأتي وسط مساع لإجراء صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تتزامن مع فترة طويلة نسبيا من وقف إطلاق النار. وقد استبقت الخارجية الأمريكية جولة بلينكين بالإعلان عن طلبه من طاقم الوزارة دراسة خيارات الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفا أنه سيواصل خلال جولته جهوده للعمل على إطلاق سراح الأسرى وعلى الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة. أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إذن في الشرق الأوسط للمرة الخامسة منذ 7 أكتوبر الفائت بشكل رسمي. زيارة تشمل أكثر من منطقة وتأتي في خضم مناقشات إقليمية ودولية حيال طرح التالي: وقف مؤقت للقتال في قطاع غزة، تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. دبلوماسي مصري يقول إن الجولة قد تحمل جديدا بشأن وساطة مصرية قطرية وسط مؤشرات على تحولات في مواقف أطراف الصراع. فجولة رئيس الدبلوماسية الأمريكية تأتي عقب أسبوع من اجتماع عقد في العاصمة الفرنسية، وقد ضم مسؤولين أمريكيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين لمناقشة وقف القتال في غزة. الاجتماع وصفه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالبناء، مقرا في الوقت عينه بوجود خلافات لا تزال قائمة بين الأطراف. في المقابل يقول إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس إن الحركة ستدرس مقترح الاجتماع لوقف القتال، لكنه يعتبر أن الأولوية هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل من غزة. وزارة الخارجية الأمريكية استبقت جولة بلينكين بتأكيدها أنه آت لمواصلة الجهود الدبلوماسية سبيلا للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، كما يتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومزداد إلى المدنيين في غزة. وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أيضا أن بلينكين سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع تأكيد مجددا على اتخاذ واشنطن الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة بالبحر الأحمر. تبقى التساؤلات حول تأثير الجولة الخامسة على جهود الوساطة المصرية القطرية لإنهاء الحرب في غزة، بعدما نجح البلدان في الوصول إلى هدنة مؤقتة وتبادل أسرى في نوفمبر الماضي. على كل المزيد حول جولة بلينكين وزيارته الرسمية الخامسة نتابعه مع مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، مساء الخير لك. ما هي تفاصيل هذه الزيارة ومحطاتها فعليا؟ مساء الخير لارا. طبعا كما ذكرت جولات مكوكية يقوم فيها أنتوني بلينكين إلى تل أبيب. أولا ربما الملف الأهم بالنسبة للإدارة هو إطلاق سراح الرهائن، يعني هناك عدد من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية. كل يوم تقريبا هناك أسئلة توجه للمتحدثين باسم البيت الأبيض والخارجية: ماذا تفعل الإدارة لإطلاق سراحهم؟ هناك إحباط دون أدنى شك، وهناك خلافات مع تل أبيب. الإدارة تريد أن يكون هناك وقف إطلاق نار الحديث على مدة 4 أشهر. مسؤول في الواقع في البيت الأبيض قال للحدث بأن الإدارة تأمل إذا تم الاتفاق على هذه الصفقة، وطبعا زيارة بلينكين من خلالها طبعا سيتم الحديث بتفاصيل على المرحلة القادمة، يمكن إذا تم الاتفاق على 4 أشهر كوقف لإطلاق النار سيكون صعب عودة مرة أخرى إلى الحرب. قد نراها بصور مختلفة
كما تفعل إسرائيل في الضفة الغربية، لكن لن تكون كما نرى الآن. إذن جزء من زيارة بلينكين هو بالفعل محاولة ترتيب الأولويات بالنسبة لملف الرهائن، رغم أن ليس بلينكين هو المتولى هذا الملف كما تعرفين، هو رئيس مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، هو الذي يفاوض في قطر وفي باريس وفي أماكن أخرى ومع الاستخبارات الإسرائيلية والمصرية طبعا. لكن هذا هو الملف الأهم. الملف الثاني هو ماذا بعد، يعني بعد انتهاء العمليات العسكرية بلينكين يريد أن يلوح بما ذكرت به، وهو الإعلان عن دولة فلسطينية. هل هو بالفعل ربما منهج عملي ممكن للإدارة أن تستند عليه لاحقا؟ هذا يعتمد على الكثير من العوامل، منها طبعا إذا فاز بايدن بولاية ثانية أو حتى إذا وافقت إسرائيل عليه. لكن من ناحية مبدئية نعم، غزة مدمرة تماما، ماذا يمكن أن تبنى عليه الدولة الفلسطينية؟ الجميع يتحدث هنا عن استهداف للصحفيين والأطباء والمحامين، وبالتالي النخبة بدت مهددة في قطاع غزة بشكل عام، على المسؤولية الأمنية من سيسلم والآخر. إذن أولوياته الأولى طبعا هو ملف الرهائن، ثم الحديث على مرحلة ما بعد غزة، المساعدات الإنسانية الضرورية الأساسية يجب أن تدخل، وأخيرا عدم انجرار المنطقة إلى حرب أوسع من خلال طبعا وكلاء إيران في المنطقة وحزب الله طبعا في الشمال. طيب ناديا، ماذا عن موضوع الاعتراف بدولة فلسطين؟ نعلم أنه هو يعني بلينكين طلب من فريقه أن يتعاطى مع هذا الملف أو يدرس هذه النقطة، هذا لا يعني بتاتا أنه هو ملف مطروح بشكل أساسي، بس فعليا هل في أي معطيات في هذا الموضوع؟ هي ورقة ضغط تستخدمها الإدارة على حكومة نتنياهو. هي تدرك الآن بأن نتنياهو يتحدى إدارة الرئيس بايدن، وأكثر من وزير في حكومة نتنياهو قالوا بأنهم ينتظرون عودة ترامب، لأن سياسة ترامب تجاه إسرائيل ستكون أفضل بكثير من سياسة بايدن، رغم اعتراف بايدن بأنه صهيوني وبأنه يؤيد إسرائيل منذ اليوم الأول، ويتعرض لانتقادات كبيرة من داخل حزبه الذي قد تكلفه الانتخابات في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان وغيرها. لكن رغم هذا أعتقد بأن الإدارة تدرس بشكل رسمي، هي تجس النبض أولاً بالإعلان عن هذه الدولة، وطبعاً بالترتيب والتنسيق مع شركائها. يجب أن يكون هناك دعم دولي لهذه الفكرة، الولايات المتحدة تقود لكنها بحاجة إلى شراكة. سمعنا أيضاً هذا الحديث وهذه التصريحات من بريطانيا، من وزير الخارجية البريطاني، وبدون أدنى شك الجميع يقول بأنه يجب أن يكون هناك استثمار لمأساة غزة بإعلان لدولة فلسطينية، والولايات المتحدة هي الوحيدة التي يمكن أن تحرك حجار الشطرنج إذا أردت في اللعبة الأكبر، لأنها هي الوحيدة التي تملك كل الضغوط، يعني كل أدوات الضغط على إسرائيل هي تأتي من الولايات المتحدة. إذا كانت جادة يمكن أن تتحرك، وخصوصا موضوع السلاح ومراجعة إرسال أسلحة إلى إسرائيل. شكرا جزيلا لك مديرة مكتب الحدث في واشنطن ناديا البلبيسي على هذه الإيضاحات. في الموازاة، هناك نشاط دبلوماسي فرنسي، حيث التقى وزير الخارجية المصري اليوم نظيره الفرنسي وبحث المرحلة السياسية ما بعد الحرب على غزة، حيث فيما تشمل زيارة الوزير الفرنسي كل من الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان. أفيد بأن الوزير الفرنسي سيتطرق في جولته لمساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وإقناع الفرقاء بإعادة فتح الأفق السياسي استنادا إلى مبدأ حل قيام الدولتين. وسيتم التطرق لموضوع تنشيط دور السلطة الفلسطينية في إطار دولة فلسطينية موحدة، إضافة لبحث الموقف الفرنسي الرافض لإقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين. كما سيتطرق الوزير خلال جولته أيضا لمخاطر اشتعال المنطقة، حيث سيشدد على ضبط النفس خصوصا في لبنان، إذ أن آفاق اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي. إلى ذلك، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في القاهرة، حذر من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدا على ضرورة وقف النار في غزة لبدء مسار سياسي بخصوص القضية الفلسطينية. خطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط اتصالا بالحرب في غزة، ما نشهده من تهديد للملاحة
في البحر الأحمر، الأعمال العسكرية اللي تمت في سوريا وفي العراق، أيضا الأوضاع العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كلها تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع. من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني على أن بلاده ترفض وتدين أي عمل قد يؤدي إلى تهجير القسري للفلسطينيين، كما عبر سيجورني عن قلقه من القصف الإسرائيلي على مدينة رفح. موقف فرنسا ثابت، سوف ندين ونرفض أي عمل قد يؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين. نحن قلقون مثلكم من القصف الإسرائيلي في رفح. من القاهرة ينضم إلينا الآن لمناقشة هذه التطورات الدكتور عمرو الشوبكي، المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير دكتور عمرو، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. يعني هل من جديد حمله وزير الخارجية الفرنسية هذا اليوم ولم يطرح في اجتماع باريس سابقا أو حتى يعني في اللقاءات الثانية؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني الحقيقة جديد بالمعنى الكامل لا أعتقد، على الأقل حتى هذه اللحظة، بالنسبة لما أعلن وما تسرب عن هذا اللقاء. إنما هو بالأساس استكمال للحوارات التي تمت في باريس الأسبوع الماضي، ورشحت منها مجموعة من المؤشرات حول إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار، وقف إطلاق النار تقبله إسرائيل وترفضه حماس، بالمقابل الفكرة أو الجانب الآخر الذي لازال يعني يمثل المشكلة الحقيقية في نجاح ما اصطلع على تسميته بالصفقة، هو تحويل هذه الهدنة المؤقتة إلى وقف كامل لإطلاق النار حتى لو سمي بوقف إطلاق نار إنساني. وهذا طرح في المرحلة الثانية التي ستعقب التبادل للأسرى فيما سمي بالمرحلة الأولى، لكن الحقيقة لازالت هذه هي المعضلة التي يحاول الجميع حل حالتها، وهي مسألة الانتقال بعد شهر أو شهرين من هدنة مؤقتة إلى وقف إطلاق نار أيا كان تسميته، وقف إطلاق نار إنساني أو ما إلى ذلك. هذا أمر لازالت ترفضه منظومة الحكم المتطرفة في إسرائيل ولا تقبله. بالتأكيد هناك ضغوط على حركة حماس من أجل أن تقبل بالهدنة المؤقتة، وهو أمر لازال حتى هذه اللحظة معلق رغم كل قنوات الاتصال المفتوحة مع حركة حماس سواء من ناحية القاهرة أو الدوحة. يعني ما هي أدوات الضغط المتبقية الآن دكتور عمرو باتجاه الدفع يعني الأطراف بقبول هذه الصفقة الموجودة، وهل لدى فرنسا ومصر مثلا في هذه اللقاءات أي يعني أدوات ضغط جديدة برأيك؟ يعني فيما يتعلق يعني هنا يعني أود فقط في الأول الإشارة إلى طبيعة الموقف أو الحضور الفرنسي. الحضور الفرنسي هو عادة لا يؤسس لمرحلة جديدة أو لمسار جديد، هو يأتي لدعم مسار موجود أو لدعم خيارات توافقت عليها الدول الغربية. يعني فرنسا الحالية ليست مثل فرنسا ديغول التي صنعت مسارا مختلفا في مجال في حالة الاستقطاب الثنائي في ذلك الوقت. في الوقت الحالي فرنسا تدعم مسار موجود ولا تخلقه. المسار الموجود حاليا هو دعم وقف إطلاق النار، هو حل الدولتين، هو محاولة تحويل هذه الهدنة المؤقتة إلى وقف نهائي لإطلاق النار، عدم
الاكتفاء بالهدنة، أي أن تكون الهدنة مدخل لوقف إطلاق النار. الأوراق التي يعني تمتلكها مصر وفرنسا هي أوراق في الحقيقة ترجع إلى عدم إلى المعاناة أولا التي يعانيها الشعب الفلسطيني، حجم الدمار، وعلى الجانب الآخر هو أنه حتى هذه اللحظة رغم مرور 4 أشهر على العدوان الإسرائيلي، إسرائيل لم تنجح في تحقيق أي من أفكارها المتخيلة حول اجتثاث حماس والقضاء عليها وما إلى ذلك. كل هذا يعني عدم نجاح كل طرف في تحقيق أهدافه، هذا في حد ذاته يمثل ورقة ضغط، وقد يعطي فرصة لمصر وفرنسا وباقي الدول لكي تمارس ضغوط أكبر على الجانب الإسرائيلي لكي يحول هذه الهدنة المؤقتة إلى وقف إطلاق نار حتى لو كان إنساني، أيا كان الإخراج الذي سيتم بعد شهر، لكن لابد أن نسير في هذا المسار. أيضا هنا السؤال عن الزيارة الأمريكية كذلك بهذه الحالة، وزير الخارجية الأمريكية بأي إطار يأتي إذن؟ يعني أنا في رأيي هو استكمال هذا يعطي أيضا مؤشر أنه ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا وحديثه عن استعداد بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل الأمم المتحدة وحتى لو لم تعترف بها إسرائيل، زيارة بلينكن القادمة ستكون الزيارة الخامسة، زيارة وزير الخارجية الفرنسية، نحن هنا أمام مشهد يقول أنه هناك محاولات غربية هذه المرة يعني حقيقية لممارسة قدر يعني يفترض أو نأمل أن يكون أكبر على إسرائيل من أجل أن تقبل في النهاية بوقف إطلاق النار، وأن نبحث في يعني بعدها في حلول وتصورات سياسية، من هو سيكون الشريك السياسي لأي مفاوضات قادمة، السلطة الفلسطينية مجددة بالتعبير الأمريكي أو أطراف سياسية جديدة، كل ذلك سيكون مطروح على الساحة. لكن دعينا نقول أنه مؤشر وجود 3 وزراء خارجية ل3 دول غربية كبرى تحدثوا أو جاءوا إلى المنطقة في خلال يعني أسبوع من الزمان، هذا يقول أننا يعني أمام محاولة جادة هذه المرة لممارسة ضغوط حقيقية على منظومة الحكم المتطرفة في إسرائيل. شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة الدكتور عمرو الشوبكي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن عشرات الجثث وصلت إلى مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع، موضحا أن الجثث قد شوهت وتحللت ولم يبق منها إلا البقايا. هذا وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر الفائت إلى 27,365 قتيلا. ومن رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا الآن مراسل الحدث محمد عوض. محمد مساء الخير لك، معك نتابع الأوضاع برفح بشكل أساسي يعني في ظل كل المخاوف وفي ظل كل الاستهدافات التي تحصل هناك. نعم لارا، قبل قليل استمعنا إلى سلسلة من الغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على المناطق الشمالية لمحافظة رفح، هذه المحافظة التي تتعرض منذ يوم أمس حتى هذا اليوم إلى تلميح وتلويح إسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية على هذه المحافظة التي تأوي قرابة 1.5 مليون نازح منذ بدء الحرب على قطاع غزة، هذا حسب تقديرات الأمم المتحدة. ومع كل هذا التلويح والتلميح إلى هذه المدينة الصغيرة التي تأوي يعني أضعاف سكانها 5 مرات، اليوم المعاناة تزداد أكثر فأكثر في خضم الغارات الإسرائيلية المتواصلة، وأيضا تزامنا مع عملية النزوح المتواصلة سواء من مدينة غزة أو من مناطق القتال والتي تحتدم فيها الاشتباكات، على وجه الخصوص مدينة خان يونس ومنطقة حي الأمل التي تتركز القوات الإسرائيلية في هذه النقطة.
أما على صعيد عملية النزوح والأوضاع المعيشية التي تعيشها العائلات هنا في ظل النقص الكبير والحاد لكل مقومات الحياة، اليوم هناك قصص أخرى تخرج من شوارع مدينة رفح وأيضا من خيام مدينة رفح. ودعيني لارا في أقل من نصف دقيقة أن أستضيف هذا الشاب السوري الذي التقينا به في شوارع محافظة رفح. بداية، كيف وصلت إلى غزة وكيف تعيش الأيام هنا؟ والله نحن يعني هي تجربة النزوح الثانية بعد تجربة النزوح اللي عشناها بسوريا بال 2013، وطلعت فيها على مصر، ومن مصر صاحت لي فرصة عمل وجيت على قطاع غزة، ومن هذاك الوقت إلى اليوم وأنا بعمل هون في قطاع السياحة والمطاعم. كان لي مطعم هون له اسمه مطعم الحلبي، وأنا شيف سوري اسمي أنس قاطرجي من سوريا من حلب طبعا. كان لي أمل، لي حلم، كان عندي بيت وكنا عايشين بأمان وباستقرار لوقت ما صارت الحرب هي اللي نحن عايشين فيها. والآن أنا طبعا بعيش حياة مأساوية، حالة النزوح الثانية بعد النزوح في سوريا والنزوح في رفح، بعد ما طلعت انقصف بيتنا وطلعنا من تحت القصف والأنقاض في منطقة أنصار في غزة. الآن نحن يعني نازحين في مدينة رفح، زوجتي موجودة عند جماعة قرايبينا مثل ما بيقولوا، أنا موجود وين في ونس وين في ناس وين في مكان بتلاقيني موجود فيه، لأنه ما في مكان أروح أنا عليه للأسف. يعني أنا مثل كل الشعب الفلسطيني. هل هناك محاولات لإجلائكم أو سفركم من قطاع غزة أسوة في باقي الدول والخارجيات الأخرى؟ والله نحن أنا بالنسبة لهذا الموضوع بالذات أنا يوميا بروح إما على المعبر أو بكون وين في متواجد مخطوء موجود نت مشان أشوف في كشوفات للسوري، لأنه نحن تواصلنا مع السفارة السورية وقدمنا كشف لحتى نحن يتم إجلائنا من قطاع غزة. وهذا الكلام من شهر 11 تقريبا، ما يقارب الأربع شهور أو ثلاثة شهور ونص نحن عم نستنى. الأمل نحن يصير هذا الشيء، يتم إجلاء الجالية السورية أو العالقين السوريين في قطاع غزة، لأن وضعنا نحن هون كتير مأساوي. أهل فلسطين بالأول والأخير يعني في إلهم يعني أقاربهم أحبابهم، في ناس قويهم، أما أنا كسوري بيتي راح، شغلي راح، مطعمي راح، ما ضل لي أي مكان. أنا حاليا موجود بالشارع، ما في أي مكان أروح عليه، عايش على أمل الخروج. فلذلك أنا بناشد الخارجية المصرية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي منظمة إنسانية أو حقوقية أنه تخرج العالقين السوريين من قطاع غزة إن شاء الله. شكرا لك ونتمنى لك السلامة ولعائلتك أيضا. هي قصة من بين آلاف القصص التي هي موجودة داخل الخيام وداخل شوارع وأزقة محافظة رفح، هذه المنطقة التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب عدم توفر مقومات الحياة أولا، وأيضا بسبب عدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال وأيضا بالنازحين الذين وصلوا في ظروف إنسانية غير مسبوقة. شكرا جزيلا لك محمد. إذا كان معنا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث محمد عوض، وشكرا لضيفك. قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري إن الانتخابات الرئاسية ستنظم في موعدها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي أن الهيئة ستصب تركيزها على الانتخابات الرئاسية بمجرد الانتهاء من انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية. وتابع أن الجانب التشريعي جاهز بنفس الشروط والقانون الانتخابي موجود عكس ما يروج له. وبينما تعبر أحزاب سياسية معارضة عن مخاوفها من تأجيل الانتخابات الرئاسية، قال إن الهيئة لا تلتفت إلى التجاذبات السياسية بل تطبق القانون. في الموازاة، توجه الناخبون اليوم في تونس للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية للاختيار بين 1558 مترشحا، 160 منهم من النساء فقط. جرت عملية الاقتراع في 2129 دائرة انتخابية محلية لانتخاب 279 مجلسا محليا. وستفرز هذه الانتخابات في شكلها الجديد أكثر من 2000 مسؤول محلي في كافة أنحاء البلاد. ومن تونس معنا لمزيد من التفاصيل حول هذه الانتخابات تحديدا الآن نسرين حمداوي. مساء الخير لك يا نسرين، معك نتابع كيف بدأ الوضع اليوم. بداية لارا، أريد أن أوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت منذ دقائق معدودة عن النسبة النهائية للمشاركة في هذه الانتخابات بعد غلق الصناديق على الساعة 6 بتوقيت تونس، أي منذ حوالي ساعتين، والنسبة بلغت في حدود 12.44% من مجموع المدعوون اليوم للاقتراع. هم في حدود أكثر من 4 ملايين ناخب، لم يشارك منهم إلا حوالي 500 ألف ناخب. هذه النسبة شبه رسمية في انتظار الطعون وما ستفرز عنه عملية الفرز النهائية.
هذا اليوم كنا تابعنا عملية الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات البلدية المحلية التي مخصصة لحوالي 779 دائرة انتخابية لم يتحصل فيها أي من المشاركين خلال الدور الأول على الأغلبية المطلقة، لكن لاحظنا أيضا شبه عزوف للناخبين، لاحظنا أن مكاتب الاقتراع لم تكن تعج بالناخبين على عكس بقية الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لكنها كانت شبيهة بالدور الأول للانتخابات المحلية وأيضا لانتخابات الغرفة الأولى التشريعية السنة الماضية والتي شارك فيها حوالي 11%، لكن في المقابل هيئة الانتخابات تقول أن هذه المحطة لم تسجل أي إخلالات أو مخالفات على مستوى الدعاية الانتخابية أو خلال هذا يوم الاقتراع، حيث جرت العملية بكل سلاسة ووفقا لمقتضيات القانون. فتحت المكاتب والمراكز أبوابها على الساعة 8 بتوقيت تونس وأغلقت على الساعة 6 بحضور المراقبين والملاحظين المحليين والدوليين دون تسجيل أي إخلالات. نعم دون أي إخلالات. طيب بالنسبة للإعلان الآخر عن أنه الانتخابات الرئاسية والتشريعية أيضا ستكون بموعدها، كيف بدت ردود الفعل إلى الآن نسرين، وهل من تفاصيل إضافية حولها؟ نعم، في الحقيقة هيئة الانتخابات أكدت بهذا الموعد الذي يكون عادة في الثلاثي الأخير من المدة الرئاسية والذي كان من المنتظر أن يكون خلال الخريف القادم. الهيئة أكدت هذا الموعد بعد صدور عديد التصريحات من الأحزاب السياسية المعارضة لسياسة الرئيس قيس سعيد، والتي أكدت أنه ربما لا يتم إجراء هذا الموعد الانتخابي وربما يتم التنديد للرئيس قيس سعيد باعتبار أنه تم الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سنة 2022، وربما ستكون له مدة رئاسية أخرى مدتها 5 سنوات إضافية، لكن هيئة الانتخابات قطعت هذا الجدل نهائيا، وأيضا أكدت أن الإطار التشريعي والقانوني لهذه الانتخابات جاهزة مع بعض التغييرات الطفيفة التي جاء بها الدستور الجديد للبلاد والتي تتعلق بالسن القصوى للترشح وما إلى ذلك من الشروط. نعم، شكرا جزيلا لك زميلتنا الصحفية من تونس نسرين حمداوي على كل هذه الإيضاحات. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الأخبار الليلة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.